مزيد من المؤتمرات واجتماعات المنتدى، وفي تقدم وتفوق دايما. والدكتور علاء يستحق كل تكريم، مش مني انا بس، من جميع الموجودين. شكرا لك. كمان بشكر الاستاذ احمد جاد المخرج الكبير عشان هو عمل لنا الفيلم وانا نسيته في الكلام، فما يعني عشان الانسان لو قال له طبعا الاستاذ احمد عمل لنا الفيلم ومن الشخصيات الجميله والمخرجين المتميزين في التلفزيون المصري. كل الشكر ليه. هنبدا بقى في التكريمات، الناس اللي كله جاهز بقى. استاذ الضحى.